السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني الكرام، معكم حسين كمال من قناة افهم مني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة اكلمكم عن تقوية جهاز المناعة. طبعا داخلين على الشتاء ولازم تقوي جهاز المناعة عشان يعني تحمي نفسك من الأمراض، تحمي نفسك من البكتيريا، من الجراثيم، من نزلات البرد. ده ليك ولابنك أو لبنتك، ماشي؟ فالأول كده لازم نتعرف على جهاز المناعة. إيه هو جهاز المناعة يا جماعة؟ جهاز المناعة أو الجهاز المناعي زي جيش بلدك، يعني حاجة بتحارب العدو، حاجة بتحارب، بتقف على الحدود، بتقف بالمرصاد للبكتيريا والجراثيم والطفيليات والميكروبات والفيروسات. فأي حاجة من الحاجات دي بتيجي تقرب من جيشك أو جهازك المناعي بيدمرها. فأنت لو جهازك المناعي ضعيف، الحاجة دي بتقرب وتدخل منه، بتدخل لحد ما تدخل جسمك وتبدأ إيه؟ تكون امراض وتكون نزلات شعبية ومعوية والبرد والانفلونزا والكلام ده كله. فاحنا نتكلم على 3 محاور اساسية او رئيسية، عبارة عن 3 اسئلة او 3 نقاط متفرعين من بعضهم عشان نعرف ازاي نحافظ على جهاز المناعة. ال3 محاور او ال3 نقاط دول عبارة عن نظام صحي، ازاي تمشي نظام صحي او طرق صحية او طبيعية، ده رقم 1. المحور الثاني او النقطة الثانية اللي هي ايه الأغذية اللي بتقوي جهاز المناعة. المحور الثالث او النقطة الثالثة اللي هو يعني ازاي نتجنب العدوى او الوقاية من العدوى، فالوقاية خير من العلاج. فنبدأ على بركة الله، وعشان يعني تشوفوا حلقات جديدة يا ريت تعمل اشتراك في القناة، ويا ريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتعمل شير للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أول نقطة يا جماعة اللي هي يعني ايه الحاجات اللي نمشي عليها عشان نكون ماشيين على نظام صحي استريت يقوي جهاز المناعة. أول حاجة رقم 1 النوم يا جماعة، النوم لا يقل عن 6 ساعات يوميا. الناس اللي بتنام 3 ساعات والناس اللي بتنام ساعتين والناس اللي بتنام ساعة، حاولوا بقدر الإمكان ما تقللوش نومكم عن 6 ساعات يوميا فما فوق، لحد 10 ساعات. ده بالنسبة للنوم. لا تستخدم الموبايل أثناء النوم عشان ده بيجهد المخ جامد جدا، أو التفكير، و بيشغل مخ وخلايا العقل، بتفضل نشطة بسبب التفكير في الأحداث اللي انت بتقرأها قبل ما تنام، وبيأثر على النوم وبيعمل قلق وتوتر واكتئاب وإرهاق وكلام من ده كله. النقطة اللي بعد كده المية، اشرب مية على قدر ما تستطيع، يعني تشرب مية أكتر من 2 لتر في اليوم، يعني حاول إن انت ما تشربش أقل من 2 لتر، ويكون اكتر لحد 3 لتر. حاول بقدر الامكان تشرب ميه كتير جدا، لان الميه هي بتعالج حاجات كتير جدا في الجسم، بتعالج وبتنقي الجسم من السموم والبكتيريا، وبتعالج مشاكل كتير جدا في الجسم. فالماء له فوائد بفضل الله عظيمة جدا جدا، لو قعدنا نتكلم عنها مش هنكفيها. فحتى يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. ده بالنسبة للماء. تعالى بقى بالنسبة للخضار، كل وجباتك لازم يكون فيها طبق سلطة. طبق سلطة موجود في كل الوجبات بتاعتك، وجبة الفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء. الوجبات تكون منظمة، يعني الوجبة بتاع الصبح اللي هو الفطار ما تكونش الظهر، وجبة الغداء ما تكونش مكان العشاء. حاول بقدر الإمكان ما تخرجش من بيتك من غير فطار. وجبة الفطار ليها فوائد بفضل الله عظيمة جدا جدا. حاول بقدر الإمكان إن أنت تنظم وقتك في الأكل، يعني وجبة الفطار ما تزيدش عن الساعة 9، وجبة الغداء ما تزيدش عن الساعة 2، وجبة العشاء ما تزيدش عن الساعة 8، والنوم ما يزيدش عن الساعة 12 مساء. فلازم تحط النقاط دي عشان تمشي عليها عشان توصل لجهاز مناعي قوي جدا ليك ولابنك ولبنتك وللأسرة الكريمة كلها.
ده بالنسبة للطرق الصحية. الحاجة اللي بعد كده، حاول بقدر الامكان ان انت ما يكونش وزنك زايد، عشان الوزن الزايد بيعمل على خمول وكسل وارهاق، وبالتالي بيزود الوزن، بالتالي بيدخلك في السمنة، بالتالي بتصاب بامراض كثيرة زي امراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب والحاجات دي كلها، عافانا عافاكم الله. الحاجة اللي بعد كده المشي، لا تقل في اليوم من المشي عن نصف ساعة، يعني يجب ان تمشي اكثر من نصف ساعة في اليوم، عشان دي رياضة. انا مش هقول لك رياضة وتروح انت بقى تعمل حاجات صعبة او تمارين او الكلام ده كله، المفروض تقوم الصبح تعمل شوية رياضة وبعدين تتمشى نصف ساعة صباحا او في الشروق قبل الشروق، ونصف ساعة مساء قبل الغروب، فكده انت عملت ساعة مشي يوميا. يعني لو مش قادر تمشي او يبقى نص ساعة قلل شوية. طب لو مش قادر خالص، يبقى تروح المسجد تصلي في المسجد، يبقى تروح تزور مثلا حد من قرايبك، يبقى تروح تزور مثلا المقابر، يبقى تروح الشغل بتاعك ماشي، اي حاجة، يبقى تعمل نشاط في البيت، يبقى تعمل حركة، يبقى تعمل شغل البيت، يبقى اي حاجة، في اي حاجة، المهم يكون ماشي، المهم يكون في حركة. الحركة بركة، بتقوي جهاز المناعة وبتنشط الدورة الدموية. الحاجة اللي بعد كده اللي هي المحور الثاني، ايه هي الاغذية اللي بتقوي جهاز المناعة؟ الاغذية اللي بتقوي جهاز المناعة اللي هي اول حاجة السلطة. السلطة يا جماعة بتتكون من البصل والثوم والجرجير والفجل والخيار والجزر والكرات والخس والليمون والشبت والكزبرة والبقدونس والطماطم، فعندك كل الحاجات دي مفيدة جدا جدا لجهاز المناعة، فحاول بقدر الامكان انت تنوع فيها كل يوم. ياريت نعمل ال 12 مكون دول في السلطة او طبق السلطة بتاعك، حاول بقدر الامكان ان انت متخليش وجبة تعدي من غير طبق السلطة. التوم والبصل والفجل والجرجير دول من اهم حاجة تقوي جهاز المناعة، خصوصا التوم والبصل، عشان دول يعني فيهم مضادات حيوية طبيعية، فيهم مضادات اكسدة، فيهم يعني مركبات بتعمل على قتل البكتيريا والجراثيم وطرد السموم من الجسم، والالياف اللي موجودة فيهم ايضا مفيدة جدا جدا للجسم. ده بالنسبة لطبق السلطة. حاول بقدر الامكان انت تشرب اعشاب، اعشاب بقى زي الحلبة واليانسون والزنجبيل والقرفة، ممكن تشرب ليمون، ممكن تشرب زعتر ينظف المعدة عندك، فكل الحاجات دي مفيدة جدا لجهاز المناعة. الحاجة اللي بعد كده الفيتامينات والمعادن. الفيتامينات والمعادن حاول بقدر الامكان تكتسب منها على قدر المستطاع، زي فيتامين دال. فيتامين دال هكتسبه من المأكولات وهكتسبه من الشمس، فخليني في الشمس دلوقتي، كل يوم اتعرض للشمس اللي انا قلتها من شوية، ان انت تمشي نص ساعة مع التعرض للشمس، فانت بتاخد فيتامين دال بيمشي في جسمك، لازم يكون الجسم متعرض للشمس عشان ياخد فيتامين دال عشان تقوي جهاز المناعة. الحاجة اللي بعد كده المأكولات بقى والمشروبات، اشرب ايه واكل ايه. بالنسبة للاكل اللي بيقوي جهاز المناعة، الحاجة اللي فيها الاوميجا 3. الاوميجا 3 موجودة في المكسرات، موجودة في السمك، السمك اللي هو السمك والسلمون والسردين والتونة والمكريل والمحار والزيت الحار. اما الحاجات اللي اقول عليها دي فهي حاجات للناس اللي هم حالتهم المادية مستريحة، او حالته او نسميهم الاغنياء. الحاجات دي اللي هي الجريب فروت، الجينسينج، العسل الابيض. اما بقية الحاجات بقى يعني ايه لكل الناس، ليمون، تفاح، برتقال، يستفندي، يعني الحاجات اللي هي فيها فيتامين سي، جوافة، كل الحاجات اللي فيها فيتامين سي حاول تاخدها في الشتاء عشان تقوي جهاز المناعة. اما الحاجات اللي هي يعني بتفيد الجسم من المشروبات، الالبان وخصوصا اللبن الرايب والزبادي، الزبادي الفلاحي، وحاول بقدر الامكان تاخد قسط من الكالسيوم كل يوم.
البيض والحليب والفيتامين د برضو بيساعد على امتصاص الكالسيوم، فكل ما خدت كالسيوم خدت فيتامين د بيدي كالسيوم او بيساعد على امتصاص الكالسيوم الحديد في الجسم. دول كده يعني المأكولات اللي هي المشهورة قوي اللي بتقوي جهاز المناعة، المأكولات، المشروبات، الأعشاب، الخضار، الفاكهة عامة، الفاكهة كلها يعني بتقوي جهاز المناعة عشان فيها فيتامينات ومعادن وعناصر لازم نكتسبها ولازم نستفيد منها. أما بالنسبة للمحور الثالث أو النقطة الثالثة اللي هي الوقاية من العدوى، كيف نتجنب العدوى أو الاحتياط من العدوى؟ ده بيتم بالنظافة الشخصية. النظافة الشخصية إزاي؟ أول حاجة نظافة اليدين. نظافة اليدين نظافة شخصية. إزاي؟ نظافة اليدين بعد الأكل وقبل الأكل وبعد الأكل. نظافة اليدين بعد مثلا السلام على حد مريض بعدوى مثلا زي جرثومة المعدة أو الحمى التيفودية. نظافة اليدين بعد استخدام التواليت أو الحمام، نظف إيدك كويس بالمية والصابون، ده ليك ولطفلك. برضو علم طفلك إن هو في المدرسة بعد الحمام يكون معاه صابونة ويغسل بيها إيده، عشان برضو الناس تقولك هو أنا هديله صابونة المدرسة؟ طب ما هو هيستخدمها إزاي؟ طب ما هو الأطفال هناك كده يعني. حاول ان انت بقدر الامكان ابنك ياخد الصابونه معاه ويستخدمها في المدرسه، يغسل ايده كويس جدا بعد الاكل والشرب وبعد السلام والكلام وكل الحاجات دي. ده بالنسبه لنظافه اليدين. تعال بقى لتجنب اليدين من ملامسه السرنجات، مناديل او ادوات شخصيه بتاع حد اخر، تجنب ملامسة الحوائط والأرضيات والأخشاب والأبواب وأي حاجة في المستشفيات عشان مليئة بالعدوى والبكتيريا والفيروسات، تجنب ملامسة حد مريض أو جرح في أي حد أو حيوان، مثلا عندك قط في البيت أو عندك كلب دج في البيت، بحاول بقدر الإمكان لو ما تلمسهوش لو هو فيه مجروح أو أي حاجة عشان مليء بالبكتيريا والصديد. بالنسبة للأطفال بلاش بوس في الفم، بالنسبة ليك عدوى، بالنسبة لي عدوى، بلاش تخلي الأطفال حد يبوسهم برضو، ما تعودش الطفل إن حد يبوسه في الفم سواء بقى في المدرسة أو في البيت أو عند القرايب الجيران أي حد أيا كان. ده بالنسبة للنظافة الشخصية. نظافة بعد الرجوع إلى البيت، الشراب يا جماعة تخلع الشراب بره البيت خالص، ارميه في الباسكت اللي بره وتدخل تغسل رجلك بالمية والصابون، تغسل رجلك كويس عشان البكتيريا ما تقعدش على الـ الأكل وانت رجلك كلها بكتيريا ورجلك كلها روائح كارية. خدوا بالكم ان دي صحتكم وصحتكم مسؤوليتنا، عشان بنقدم حلقات في الصحة والطب والتحاليل والتغذية العلاجية والأعشاب الطبية ومتابعة المرضى وللأسرة العربية. فلو عجبكم الحلقة يا ريت تعملوا لها شير، يا ريت تعملوا لها لايك، يا ريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكم منا كل جديد، وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.